وقالت له قالت له كده خليه يبقى هنا هنا لما الزبال يجي ياخد. مين بلغ حضرتك بده؟ ابني. ورحت واجهتها قلت لها طب ابني جايب لك لما اخذ حب التراب ارميهم بس لما يمشي. قالت لي لا هو مش جايب لي ابني وعملت لي كده. قلت لها طب احنا اسفين. المرة التانية عايزة بقى هو بقى يا دخل عليها بهدية دخل عليها بسوليتير دخل عليها بخياتم دخل عيد ميلادها مش عارفة ايه. هو ابني في نفسه وبيته ولا ابني في مين؟ لا هي بقى هي عايزة تبتز ابني في كل الطرق. فابني ما قبلتش الحاجات دي نهائي. قال لي لا انا محدش يبتزني. فقالت له طب خلاص انا بقول لها بتقول انت ما بتديليش حاجة في عيد ميلادي. قال لها وانت جبت حاجة لماما؟ انتوا بتجيبوا حاجة لماما؟ انا اجيب لك انت مش يعني انا مش ملزوم مش مجبر ان انا اجيب لك حاجه في عيد ميلادك. فده نقطه الخلاف اللي بين ابني وحماته. خلاص هو خد جنب منها وهي بدات تكرهه. استغلت الكره ده في تصليتها لابن بنتها متدخله في حياه بنتها في كل صغيره وكبيره كل صغيره كل صغيره في كل حاجه. ما تعمليش مش عارفه ايه. وابني برضو لدرجه ان انا قلت لها مامتك بتقول لك ما تطبخيش ما تعمليش. قولي له حاضر وروحي ما تطبخيش وفعلا ما تطبخيش. وما تقولوش ماما قالت. هي تقول له لا اعملي لي كذا تقول له لا ماما قايله لي اعملي كذا اعملي عايزه اكل كذا تقول له لا ماما قايله لي كذا. لدرجه ان هو كان بيجي من الصيدليه في السعوديه تحط له علبه التونه والرغيفين الطابونه على الترابيزه وتقول اصل ماما قايله لي احط له الاكل ده النهارده. شوفي هي كانت بتشتغل. هي كانت صيدله كانت مدت كريب في قبل ما تتجوز وبعدين اشتغلت سنتين ثلاثة كده وبعدين قعدت علشان خاطر الولد. ولا كان بياخد منها ولا جنيه والله ما كانت بتديله. وحلف بالله قسما برب العزة ابني ما كان بياخد من بنتي من مراته ولا ريال. نزلت امها انزلي جالها التكليف بتاعها. امها قالت لها لا احنا ما نشتغلش حكومة. لغت التكليف. تلت لما اتفصلت من التكليف اتصلت بيا رأيك يا طنط هستلم التكليف. قلت لها انت حرة والله والله لا انا ولا عيال البنات والله والله العظيم وحسبنا ربنا ما ابى بتدخل في حياتهم في الشخصيه في اي حاجه. هو حضرتك عندك ولاد غير ولاد؟ انا معيش الا هو ثلاث بنات. بنت دكتوره صيدلانيه واحده بيطريه واحده مهندسه ما شاء الله. وبعدين قال لي يعني هو وحيد ابن وحيد ابن وحيد صغير والكبير بتاعي. ووالده متوفي من سنتين؟ والده متوفي في 5/6/2020. وبعدين بقيت اقول لها يا بنتي عيشي يا بنتي حرام عليك يا بنتي اسمعيش كلام. طيب إن انا عارفه ان انت بتسمعي كلام امك اعملي كل ما يحلو لك في البيت وما تقولوش ماما. بلاش تلزقي كلمه ماما في كل حاجه. ابني عنده جنان من حكايه ماما دي. جيت بقول لها مره بقول لها يا انت عايزه اي حبيبتي عيد ميلادك في يوم 9/9 اللي فات ده تساليها عايزه ايه في عيد ميلادك؟ خدي بالك والله والله العظيم 6 سنين في مشاكل كل يوم اروح للمشكله كل يوم بطبطب عليها. لدرجة ان هو لما طلعها المرة التانية دي جبتها رحنا الشقة دخلت الست قالت لي انت جاية ليه؟ عملت لي كده انت جاية ليه؟ انت مش شقة جوز ابني بنتي؟ قلت لها جاية عشان ارجع بنتك عشان يونس. قالت لي لا بنتي هطلقها انا جايبة لك والله جايبة لك 10 محاميين. قلت لها وانا معايا ربنا قلت لها انا معايا ربنا. البنت قالت لها قومي خربتي بيتي خربتي بيتي قومي انت السبب خربتي بيتي. قلت لها حبيبتي قالت له مامتها كده قالت كده والله والله حاسبني على ربنا صدقه. قلت لها حبيبتي لو انت عايزه ترجعي لابني كان فات الاوان بتاع الايه العده بقى كان هو طلع في شهر 3 واحنا كنا في شهر 12. جابت لي المحامي بيقول له يا دكتور قال له بص يا سياده المستشار لمي لي الليله دي شوفي الليله دي تخلص بكام ولا هخلص من شوشره بدون شوشره. قال له طب ممكن اخش معاك في الاوضه جوه. دخل طلع قال له قال لي ابنك صابر 6 سنين كده عليه 6 سنين ليه؟ قلت له عشان الولد ده احنا صابرين ومستحملين والله عشان الولد عشان يتربى في حياه سويه بينه وبين عشان ما تشحططوش بيه بس.